السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة معلومة كل يوم مع إيدين. مشاهدة ممتعة وشكرا. إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة. الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق. ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونك.